مشاهدينا مباشرة الآن ننتقل إلى الجزائر مع مراسل الحدث الزميل أحمد حرز الله من داخل منزل المرشح الرئاسي عبد العزيز بلعيد. إليك أحمد. طبعا ليس منزل السيد الرئيس عبد العزيز بلعيد، كان هنا في أحد الفنادق الكبيرة في الجزائر، فندق الجزائر، يقوم بمؤتمر صحفي حول نهاية الحملة الانتخابية. اليوم رسميا انتهت الحملة الانتخابية بعد 3 أسابيع من الجدل بين رافض ومؤيد، بين يعني جدل كبير عرفته الساحة الجزائرية انتظارا في للقرب الموعد 12/12. السيد عبد العزيز بلعيد، وهو الدكتور عبد العزيز بلعيد، يشرفنا ان يكون ضيف الحدث. اولا دكتور عبد العزيز، نسمع عن الدكتور، دكتور في ماذا؟ دكتور في الطب. يعني طبيب. طبيب نعم. نراك طبيبا رئيسا ان شاء الله. دكتور، الان اليوم نهاية الحملة الانتخابية، شاهدنا مثلا بدأت الامس العملية الانتخابية في فرنسا، شاهدنا نسب قليلة جدا جدا ذهبت إلى التصويت، وعادة الانتخابات في الجالية الجزائرية تكون مقياس لنسب المشاركة في 12/12 أو في اليوم الكبير. كيف ترون هذا ذلك العزوف الذي شهدته الجالية الجزائرية في المهجر؟ في المهجر الوقت كافي، لأن لم من الأمس يعني حوالي 4 أيام انتخابات، وهذا وقت كافي لأن الجالية يعني تقوم بالواجب تاعها. لاحظنا أن فيه بعض الممارسات على البعض بالعنف اللفظي وحتى الجسدي في بعض الأحيان في بعض المدن على الناخبين، وهذا اللي أثر كثير. هذا العنف اللي ما عندوش علاقة لا بالديمقراطية ولا بالعمل الديمقراطي، وهذا اللي نتأسف له. يعني في اعتقادك أن الحملة ستشهد وتيرة متزايدة في الأيام القادمة؟ نعم، إن شاء الله سيكون تصويت كبير في كل المدن اللي موجود فيها جالية مهمة جزائرية. دكتور، شهدنا خلال ربما الأسابيع الحملة، أنا لفت انتباهي تعلقك أو ذكرك بالرئيس الراحل هواري بومدين، دائما تذكر، ما سر العلاقة بينك وبين بومدين؟ لأننا تربينا في الكشافة في عهد الراحل هواري بومدين، وهذا الرجل الذي كان يدافع الفقراء والمحرومين، الذي أتى بمشروع مجتمع متكامل، الذي كان يدافع على كل المنظمات التي تدافع عن حقها في العالم وكل الشعوب التي تريد الاستقلال والحرية، فلذلك هو رمز لكل المناضلين ولكل الوطنيين المخلصين. هي محاولة لاستعمال ربما اسم الرئيس الراحل لجلب المواطنين، أم هي قناعة؟ لا، هي قناعة، لأن لما كنت الأمين العام للاتحاد الوطني للشباب الجزائريين كل سنة كنا نحتفل ب 27 ديسمبر يعني يوم وفاة الراحل هواري بومدين، ونقوم بندوات كبيرة يعني دولية ليس جزائرية فقط. إذا نتحدث، خلينا نرجع للحملة الانتخابية، على المسيرة، مسيرة الحراك المستمر، ربما تشهد أيضا الجزائر زيادة في الحراك. نتحدث عن، أنت أمازيغي والراية الأمازيغية كانت حاضرة في المسيرات، ولكن سجن بسببها العديد من النشطاء. في رأيك ما هو موقفك من الراية الأمازيغية والذين سجنوا أيضا في هذه المسيرات بسبب رفع الراية الأمازيغية؟ للجزائر راية واحدة، وهي الراية اللي ضحى من أجلها 1.5 مليون من الشهداء، وهذه الراية التي رفعت من الشمال إلى الجنوب من شرق الغرب. الآن في راية اللي تعبر عن الثقافة الأمازيغية، وأنا أمازيغي يعني من منطقة الأوراس وأنا أمازيغي، فهذه راية ليس فيها إشكال. الإشكال هو في الراية التي مجموعة تريد أن يكون هناك انفصال، وهذا الانفصاليين اللي يحاولوا من وراء الحدود أنهم يخلقوا جو في الجزائر. فكل مناطق جزائرية ضحى من أجلها رجال، ولابد أن الجزائر تبقى وحدة موحدة.
بذكرك للانفصال، شهدنا تحذيرات أمنية أن الماك أو الانفصاليين الجزائريين يحاولون ربما القيام بأعمال تخريبية في أثناء الانتخابات. ما هو موقفك؟ ما هو هل سمعت فعلا بهذا المحاولات التخريبية أو إفساد الانتخابات الجزائرية؟ سمعت، والآن هم يحاولون بكل الإمكانيات أنهم يخلقوا جو تتعفن للحملة الانتخابية وللعمل الانتخابية. فإذا تكلمنا على الديمقراطية نترك الشعب يتحمل مسؤوليته وهو يقرر في مصيره. في حال انتخابك رئيس، وطبعا حملتك كانت يعني متزنة مقارنة بالحملات الأخرى، في حال أول قرار عندما ستعتلي قصر المرادية، هو فتح حوار مع كل الشركاء في الساحة السياسية، وفتح الحوار حتى مع المعارضة، وفتح الحوار حتى مع إخواننا اللي في الحراك. لابد أن نمشي إلى أرضية سياسية نظيفة نسترجع فيها هذه الثقة بين بعضنا البعض، لأن الجزائر تحتاج إلى استقرار سياسي للذهاب إلى العمل الاقتصادي الحقيقي. الحوار مع نشطاء الحراك هل يعني إطلاق سراح الذين سجنوا في الحراك خلال المدة الأخيرة، بما فيهم المجاهد الأخضر بورقعة، بما فيهم حاملية الراية الأمازيغية؟ بعد الانتخابات ستكون عملية سياسية لاستقطاب أكبر عدد من النشطاء والسياسيين والأحزاب والمنظمات الجمعيات المجتمع المدني في حد ذاته، ولابد أن تكون سياسة تهدئة، وهذا ليترك المجال للعمل السياسي الحقيقي. ما هي أولوياتك يعني في بعد الحوار؟ هل ستغير الدستور الجزائري مثلا؟ نعم، سنغير هذا الدستور، وهذا من الأولويات، وهذا أول شيء اللي نقوم به هو فتح هذا الحوار وتشكيل لجنة وطنية من خبراء ومن سياسيين ومن نشطاء لفتح هذا الحوار مع كل الفاعلين للوصول إلى وثيقة، لهذه الوثيقة اللي لابد أن تذهب إلى استفتاء شعبي اللي هي الدستور. رأيك الآن في الانتخابات يوم 12/12، هل توقع هنا إقبالا كبيرا؟ هل سيكون هناك دور ثاني كما يراج في الجزائر؟ نعم سيكون إقبال، لأن اليوم الجزائريين يلاحظوا أن الجزائر متوقفة في الاقتصاد، في الأمور الاجتماعية، وهناك مشاكل كثيرة، والحل الوحيد المتبقى الآن هو الذهاب إلى الانتخابات، هذه انتخابات رئاسية، وهذا هي الديمقراطية. يعني الفصل هو عن طريق الصندوق، عن طريق الانتخابات. سنذهب، ويوم 12 ديسمبر إن شاء الله سيكون عرس جزائري لنجاح الديمقراطية ولنجاح هذه الانتخابات. طبعا قلت هناك نتحدث عن الأسماء المطروحة التي ربما يحتج عليها الرافضون للانتخابات. هناك أسماء يقولون أنها هي رمز للنظام السابق ودخلت للانتخابات، يعني بمعنى أن النظام لم يتغير. هل عبد العزيز بالعيد أحد هذا الرموز؟ لا، أنا كل حياتي السياسية وأنا مناضل من الشباب، من الكشافة للطلبة للشبيبة للحزب، كل حياتي هي نضالية، ولم أشارك في هذه 20 سنة اللي مع هذه المجموعة الفساد، فأنا ليس لي علاقة مع هؤلاء. ومنذ 2012 وأنا كنت معارض شرس ضد هذا النظام ليومنا هذا، ومشيت في المسيرات في الحراك في الأيام الأولى لما انهارت هذه القلعة تاع الفساد واستقالة الرئيس السابق، فتوجهنا إلى العمل من أجل الوصول إلى هذه الانتخابات، وكان موقفنا منذ الأول هو احترام الدستور والمضي بالدستور إلى انتخابات رئاسية للخروج من هذه الأزمة السياسية. سؤال أخير فقط بذكرك للفساد، رموز الفساد يحاكمون اليوم في محكمة سيدي محمد، شاهدنا التماس 20 سنة لرئيس الوزراء السابق أحمد يحيى وعبد الملك سلال، يعني هناك التماس بسنوات متفاوتة مع غرامات تصل فقط إلى 3 ملايين دينار. هل عندما تعتلي قصر المرادية والرئاسة ستكون العقوبات أكبر، وكيف تسترجعون ربما الأموال المنهوبة؟ نترك العدالة والقضاء أن يكون مستقل ويتحكم القاضي إلى ضمير وإلى القوانين،
وممكن إدخال بعض الآليات القانون الحالي للفساد، بعض الآليات لاسترجاع هذه الأموال. وهناك آليات كثيرة منها الاتفاقيات الدولية، وممكن أن نفتح باب التفاوض لاسترجاع هذه الأموال لأن الجزائر بحاجة لهذه الأموال. شكرا كثير سيد بالعيد المرشح للرئاسيات. سؤال أخير فقط، عندما تكون رئيس أو تعملي حوار للحدث، يكون أول لقاء يعني للحدث لقناة العربية والحدث؟ لما لا؟ شكرا جزيلا سيد الرئيس موفق إن شاء الله. إذا كان السيد أو الدكتور عبد العزيز بالعيد هو ضيف الحدث في نهاية الحملة الانتخابية، إذا أردت لك سؤال خليني نطرح السؤال أو نكتفي بهذا القدر. نعم، ربما هذا ما سمح به الوقت، هنالك أسئلة عديدة عبد القادر، ولكن انتهى وقتي تماما. في سياق النشرات اللاحقة ستبقى معنا ولقاءات حصرية مع عدد من المرشحين، وبالتأكيد سننقل لك كل شيء زميل أحمد حرز الله حتى اللحظة. شكرا لك أحمد على كل هذه التفاصيل والمعلومات في هذه المقابلة. شكرا.